الوزير في دور وزارة العمل وفي ديوان عن آليات التوظيف. لا احنا بضمن الشراكه مع امان والائتلاف من اجل النزاهه والمساءله امان عم نستهدف فئه الشابات تحديدا والشباب من اجل مساءله المسؤولين وصناع القرار حول دورهم في تحسين الواقع الاقتصادي للشابات تحديدا والحد من نسبه الفقر والبطاله. طبعا الصبايا والشباب رح ياخذوا مجموعه من المواضيع الاساسيه اللي تمكنهم من كيفية مساءلة صناع القرار خاصة في وزارة العمل وديوان شؤون الموظفين، لأنه الشابات والشباب في المرحلة الأخيرة شهدوا مشاكل كتير كبيرة في ارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي هناك غياب لدورهم في مساءلة المسؤولين. فمن هون أجت هاي الفكرة لحتى هن يتمكنوا بجملة مواضيع ويساهموا بدورهم في مساءلة صناع القرار لحتى فعلا نقدر بالمستقبل نعمل على زيادة فرص عمل لهم، بالإضافة إلى توعية الشابات والشباب في الجامعات هون في محافظة الخليل حول أهمية تفعيل دورهم في المساءلة المجتمعية. هدفي من المشاركة أكون يعني نهج حول أو معرفة الأخطاء اللي بتصير في إيجاد فرص العمل، وتحديدا شغلة الواسطة، يعني بما أنه في واسطة ومحسوبيات في كل فرص العمل اللي بتصير سواء في المؤسسات المدنية أو الوزارات بشكل عام أو الوظائف الحكومية بالأخص، أعرف وين أنا وين دوري وشو دور المسؤول الموجود عني، انه هيك برجينا حقوقنا مثلا، انه احنا ايش بندور، ممكن هيك نقدر انه يعني نواجه مثلا وزارة العمل انه شخصيتنا، انه يعني كنا ممكن قبل نخاف نحكي معهم، فهيك بنقدر انه نواجههم ونسالهم يعني انه عن فرصنا بالعمل. لازم يكون في الكفاءة المهنية اللي احنا نشتغل عليها، ما هذا اللي بيصير، لازم نحكي فيه وندعمه. هم طبيبات مشكلة كمان في